هنالك عمليات أو بيان للعمليات المشتركة بأن قوة من قيادة عمليات الأنبار استطاعت تحرير منطقة الملعب بالإضافة إلى مناطق أخرى من المحافظة. ما دقة هذه المعلومات وأيضا ما هي القوات التي اشتركت لتحرير هذه المناطق؟ شكرا للسؤال. الآلاف من قوات الأمن العراقية شاركت في تحرير الرمادي، والعملية بطيئة ولكن ثابتة، ويحرزون تقدما باتجاه تحرير الرمادي. لقد طوقوا المدينة، وهناك قوات إلى الشمال والجنوب والشرق والغرب، وبدأت القوات في خنق داعش من كل الأطراف، ونأمل أنه بمساعدة طيران التحالف سيتمكنوا من تحرير الرمادي قريبا. كانت هنالك تصريحات منسوبة لك سيد الكولونيل بأن العمليات العسكرية أجلت أو أرجئت إلى وقت غير مسمى بسبب حرارة الجو وعدم قدرة القوات العراقية على مواجهة أساليب داعش. ما دقة أيضا هذه التصريحات؟ القوات العراقية كانت تمضي أو أمضت عدة أشهر وهي تحاول تحرير واستعادة السيطرة على مدينة الرمادي، ونتيجة للحر الشديد في العراق هذا الصيف، ولأن هناك عدو مصر داخل الرمادي، فإن التقدم إلى الأمام كان بطيئا في الصيف. ونعتقد الآن أن الصيف قد انتهى، ونقوم بتدريب جديد أو إعطاء تدريب جديد للقوات العراقية، وقدمنا معدات عالية التكنولوجيا، ونعتقد أن تشكيلة نهاية الصيف مع التدريب الجديد والمعدات الجديدة، هذه التشكيلة ستجعل الجيش العراقي يتحرك بسرعة لتحرير الرمادي. طيب، يعني ماذا أفهم من هذا التصريح سيد الكولونيل؟ هل أرجئت العمليات ونحن أمام بيان من القوات المشتركة أن القوات حررت بالفعل بعض المناطق من الرمادي؟ هناك عمليات تدور في الرمادي، والقوات الأمنية تعمل في الرمادي، والعمليات لم تؤجل أبدا. العملية في حد ذاتها تعطلت وتقريبا توقفت نتيجة للظروف الصعبة، وهذه الظروف الصعبة انتهت، والعملية الآن تستعيد زخمها. هل كان لقوات الحشد الشعبي مشاركة بهذه القوات، خصوصا أن هنالك أنباء تحدثت عن أن الولايات المتحدة تريد سحب الحشد الشعبي وعدم إشراكه بهذه العمليات؟ هناك قوات تابعة للحشد الشعبي وهي موالية للحكومة العراقية ومتحالفة معها، و بعض العمليات حول الرمادي تشارك فيها، لا يدخل بالضرورة في الرمادي، ولكن هناك عمليات تساعدنا على تحرير الرمادي تقوم بها قوات الحشد الشعبي. إذن هناك قوات ما زالت موجودة مع القوات المشتركة من الحشد الشعبي تشارك بهذه العمليات. هناك أيضا أنباء تحدثت عن تدريب لقوات من العرب السنة لإشراكهم بهذه المعارك، أين وصلت عمليات تدريب هؤلاء؟ لقد دربنا حوالي 5000 من المتطوعين من العشائر حتى الآن، وهؤلاء المتطوعون بدأوا في الاندماج شيئا فشيئا في العمليات، وبدأوا في الوصول إلى الخطوط الأمامية، ومهمتهم الآن هي الدفاع عن بلداتهم ضد داعش. هنالك سيد الكولونيل نفي من السفارة الأمريكية من مشاركة الطائرات الأمريكية والتحالف بضرب مواقع داعش والمشاركة بهذه العمليات التي جرت مؤخرا. يعني ما دقة المعلومات؟ هل فعلا تمت المشاركة أم لم تشارك قواتكم؟ القوات الجوية الأمريكية وقوات الجوية للحلفاء اشتركت في حرب الرمادي،
ولكن لا توجد لنا قوات برية تشارك. إذن كانت هناك مشاركة. بما يخص الحلف الذي أعلن عنه بين العراق وروسيا وإيران وسوريا، استمعنا مؤخرا إلى ترحيب من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بدخول القوات الروسية على خط المواجهة مع تنظيم داعش. ما هو موقفكم من هذا الإعلان؟ الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية ووزير الدفاع الأمريكيين قالوا أنهم يرحبون بأي لاعب مستعد لقتال داعش، ولكن ما يمكن أن يشكل مشكلة هو لو أن روسيا أو دول أخرى تريد دعم نظام الأسد في سوريا. الأسد هو دكتاتور شرير، وهو مغطى بدماء مواطنيه، وقام بقصف شعبه بالبراميل المتفجرة، واستخدم أسلحة كيميائية ضد مواطنين سوريين، وذبح عشرات الآلاف من الشعب السوري، وبالتالي لا يمكن له البقاء في السلطة. ولكن بالنسبة لمشاركتهم في العراق، إذا ما ربما أرادوا إخراج أو يعني طلعات جوية لضرب مواقع تنظيم داعش، أنتم في كقيادة مشتركة كيف تنظرون إلى مثل هذا الإجراء إذا ما تم؟ هذا شيء يعود للعاصمة في واشنطن. بالعودة سيد الكولونيل إلى العمليات التي تجري الآن في الأنبار، هل وضعتم أي سقف زمني للانتهاء من هذه العمليات، خصوصا أن ربما الأسباب التي أشرت إليها حرارة الجو الآن تكاد تكون انتهت مع دخول فصل الشتاء، هل وضعتم فترة زمنية سقف زمني للانتهاء من تحرير كامل المحافظة؟ تذكري هذه عملية عراقية، هذه عملية عراقية وليست عملية أمريكية وليست عملية خاصة بالتحالف. تحرير الرمادي هي عملية عراقية، وبالتالي سوف نستأنف عملنا على أساس جدول زمني عراقي. إذا كنت معي من بغداد المتحدث باسم العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في العراق الكولونيل ستيف وارن، شكرا جزيلا لك.